هو الموظف العام ايه اللي بيحكمه؟ قانون. القانون ده ايه؟ الموظف العام ضابط الشرطة موظف عام، ضابط القوات المسلحة موظف عام، الموظف وزير الصحة موظف عام، وزير التعليم موظف عام، أستاذ الجامعة موظف عام. هؤلاء ايه القوانين اللي بتحكمهم؟ بتحكمهم قوانين. كلنا، كل هذه الفئات يخضعون لشريعة عامة، هو نظام الخدمة المدنية اللي هو بيمثله الآن القانون 81-16. 81-16 كلهم موظفين عموم، لكن فيهم كوادر خاصة تخاطبهم قوانين خاصة. القضاء كادر خاص، الشرطة كادر خاص، الجامعات كادر خاص، بيحكمها قانون خاص. لكن الشريعة العامة لهذه القوانين اللي بنسميها أبو القوانين هو نظام الخدمة المدنية، كان 47-78 وتم إلغاؤه، والآن 81-16. هذا القانون صدر، هنتكلم عنه. كيف تلجئين إلى المحكمة؟ كيف تلجئ إلى المحكمة؟ كيف تلجئ إلى المحكمة؟ بتخاصم مين؟ من خصمك؟ هل بتختصم أشخاص؟ أم بتختصم صفات؟ تحاكم من؟ أحاكم قرار إداري معيب، أحاكم قرار إداري معيب في نظري. صدر قرار إداري أراه أنا معيبا، لم يصدر قرار إداري، هناك امتناع سلبي، كان على الجهة الإدارية أن تتخذ إجراء معين في وقت معين تقاعصت عن إخراجه، عن أخذه، ألجأ للقضاء الإداري. وطالب بإيه؟ هنا نرى إيه معظم القضايا اللي موجودة أمام أو مقدسة أمام القضاء الإداري، وبناء عليه في هناك بطء في إقرار العدالة نظراً لتراكم القضايا. فيش حد عاجبه حاجة، قيادة غير مسؤولة تصدر قرارات معيبة، سواء كان رئيس مؤسسة، رئيسك في العمل، وزير مختص، ها، والموظف ما الذي الوحيد؟ القضاء الإداري، فبيلجأ للقضاء الإداري. إذن النزاع هنا بين من؟ بين فرد ودولة، أو بين موظف ومؤسسة؟ موظف ومؤسسة، لا أتكلم عن الأفراد، غير أتكلم عن موظف عام يرى أنه ظلم أو هدم حقه، أو هدم حقه. ألجأ لمين؟ لجأ للقضاء الإداري.